قلب أجواء العيد السعيدة مشاهدينا، أرحب بكم من جديد في حلقة جديدة وأخرى من برنامج أهل المدينة، فأهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. تشاهدون في هذه الحلقة: العيد في عدن، متنزهات مهملة وحدائق مغلقة، والبخور سر التميز العدني، الفنانة أمل كعدل صوت الوطن وترانيم الماضي الجميل. منذ العيد الماضي وهذا العيد وعدن تحتفل بانتهاء الحرب عليها بفعاليات وأنشطة، نذهب وإياكم إلى جولة إخبارية سريعة وفقرة أسبوع المدينة. شهدت مدينة عدن فعاليات احتفائية وأجواء فرائحية بمناسبة الذكرى الأولى للانتصار وتحرير المدينة من ميليشيا الإنقلابيين، وطاف المواطنون شوارع المدينة رافعين يافطات تحمل عبارات النصر والفرحة للعاصمة المؤقتة عدن. المهمة جداً كرمت في مدينة عدن أسرة المحافظ السابق اللواء الشهيد جعفر محمد سعد وأسرة قائد المنطقة العسكرية الرابعة سابقا الشهيد اللواء علي ناصر هادي وأسر قيادات المقاومة الجنوبية الشهداء أحمد الإدريسي وجلال الصمدي وحريز الحالمي، وجميعهم اغتالتهم أيادي الغدر والإرهاب. حفل التكريم المتزامن مع ذكرى انتصار عدن يأتي وفقا للقائمين عليه وفاء لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل مدينتهم تخليدا لهذا اليوم العظيم. افتتح في ساحة منارة عدن بمدينة كريتر معرضا للصور يحاكي ما شهدته مدينة عدن خلال حرب ميليشيا الإنقلابيين العام الماضي. المعرض يهدف وبحسب القائمين عليه إلى توثيق ذكرى انتصار عدن في الذاكرة المجتمعية تخليدا لهذا اليوم الذي يصادف 27 من رمضان. يعد العيد فرصة لخروج الناس إلى المتنزهات والحدائق العامة، ولكن في بلد لا تزال تعاني من آثار الحرب، هل تبقى من هذه المتنزهات والحدائق ما يقصده العدنيون في العيد؟ ألقت الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي تعيشها العاصمة المؤقتة عدن بظلالها على الأجواء العيدية، فكثير من الأسر لم تعد تقصد الحدائق والمنتزهات العامة، ليس فقط لأسباب مادية وإنما أيضا لأسباب أمنية، خاصة وأن الكثير منها لا زالت مغلقة أو خارج نطاق الخدمة بسبب الإهمال والدمار الذي تعرضت له جراء الحرب الأخيرة. العيد والله مش عارفين فين واحد يروح، يا بالبحر يا بالهذا، في أحد بالداري. يعني الآن من الجو الكهرباء وانت تسمع المواطير هذه، الدنيا فوضى وهذا مشاكل تخاف، وهذا تقزل داخل حوافيك يعني. داخل حي حقك على هذه الأوضاع ما أقول لك شنة كافية ولا نكذب على نفسنا، إحنا إنما نحن بنمشي باللي طلع له تملك من حدائق من كذا منتزهات من كذا من كذا على بال ما يتحسن الوضع. يعني لازم كمان الناس تراعي الوضع الأمني، تراعي الوضع الاقتصادي للبلاد، تراعي كذا تراعي كذا. نحن قد نحن في ضنك في ضنك، بس إيش نسوي؟ ما معانا ليش نواكب الوضع. يحاول الأطفال هنا الاستمتاع بفرحة العيد بطريقتهم الخاصة بعد أن أصبحت أماكن التنزه التي كانوا يقصدونها كل عام محدودة وقليلة بسبب تداعيات الأحداث الأمنية. في حدائق الأغفان سيدي اللي جمع عدن مول، بس هيدي اللي موجودة داخل عدن مول، بس هيدي الموجود داخل في عدن بالأصح، والباقي ما فيش حدائق. معك حديقة هنا في كريتر حق الأطفال في بيت 200 دراهين قديمة جدا. ليست وحدها الحرب من حرمت الأطفال في عدن من الحدائق العامة، فالفساد أيضا حال دون اكتمال فرحة العدنيين بعد أن أصبحت الكثير من المساحات المخصصة للحدائق والمنتزهات العامة عرضة للنهب والانتفاع من قبل مستثمرين تعاقدت معهم حكومات نظام المخلوع صالح. الحدائق مش كافية ولا أي حاجة، لا نكذب عن نفسنا ولا حاجة، عدن بيني وبينك تحطمت كاملة، الحوتين ما خلوش أي حاجة جميلة فيها.
وهناك من المساحات المخصصة للمتنزهات ذهبت أدراج الرياح، وباتت المساءلة القانونية فيها حتى من قبل الحكومة ضربا من ضروب الخيال، لأنه تم الانتفاع بها مسبقا بإجراءات غير قانونية، وأصبحت منذ عقود استثمارات تجارية لكثير من رجال الأعمال. ويبقى المواطن في عدن ينتظر فرجا ومتنفسا له جراء الأوضاع الصعبة التي يعيشها، محاولا تلافي الحصار الخانق في ظل نقص في الخدمات وإغلاق للمتنزهات. المهندس صالح علي الرداعي، مدير إدارة التشجير والحدائق في محافظة عدن، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء. أستاذ صالح، لو نتحدث عن الحدائق الآن، هل هناك حدائق موجودة في عدن خاصة بعد الضرر الكبير الذي أصاب المحافظة ككل بسبب الحرب الأخيرة؟ نشكر قناة بلقيس وبرنامج أهلا مدينة. وبالنسبة لسؤالكم، يعني بعد الحرب نحن واجهنا صعوبات كثيرة في الحدائق اللي متواجدة داخل عدن والتي كان يرتادها المواطنون. وبالجهود المبذولة من قبل صندوق النظافة تم إعادة أكثر الحدائق وفتحها وإعادة النشاط إليها، خاصة في مجال الري وفي مجال شبكات الري وفي مجال التشجير، لأن التشجير انتهى تماما في الحدائق اللي كانت متواجدة، 13 حديقة التي تم إنشائها مؤخرا انتهى التشجير بعد الحرب فيها كامل. وبالجهود المبذولة من قبل صندوق النظافة وطاقم إدارة الحدائق والتشجير تم استرجاع بعض الحياة لهذه الحدائق، وليس كاملا، وما زالت بعض الأمور متعثرة في الحدائق، خاصة في الأمور التي تحتاج إلى صيانة شاملة مثل الحمامات، الكافتيريات، الشبوك، الإنارة. يعني نحن وجهنا الجهود الآن إلى إحياء الحدائق التي أتلفت، بحيث أن المواطن يستطيع أن يرتادها، ولكن ليس بالشكل المطلوب 100%. إيش الأسباب اللي يعني اللي جعلتكم ليس بالشكل المطلوب؟ يعني الأسباب اللي متواجدة، أولاً شحة الإمكانيات لدى صندوق النظافة، لأن صندوق النظافة الآن يعاني صعوبة في الإيراد وغير قادر على الإيفاء والمتطلبات الحدائق 13 الحديقة هذه كاملة، وإنما يبذل الجهود لإحياء ما هو ممكن من أجل المواطنين ترتاد هذه الحدائق. يعني بدأنا بحديقة فيكتوريا، حديقة النغم والبراعم، حديقة قتبان، حديقة المجمع الاستهلاكي، الآن المواطنين يرتادوها، حديقة البلوك 50 وبلوك 65 في المنصورة، المواطنين الآن يرتادوها والمتنفس الوحيد لهم في المديرية. لماذا أنت دائما تذكر يعني الحدائق يعني الجديدة المستحدثة؟ أخبار الحدائق القديمة هل تضررت؟ هل هي مفتوحة؟ الحدائق القديمة مع الأسف الشديد إن أغلبها صرفت للمستثمرين، والمستثمرين استغلوا الحدائق هذه كحجز لبقع وليس لاستثمارها للمواطنين. يعني هي عندما صرفت لهم، صرفت لهم ليستثمروا في الحديقة كحديقة، استثمروا فيها كحدائق، ولكن لم يوجهوها إلى هذا الهدف الذي صرفت لهم. لماذا لم يتم مساءلتهم من قبل الجهات المختصة؟ المساءلة كانت الجهات المختصة من سابق هي التي صرفت لهم وبعقود، وتم تجديد العقود، فهناك جهات مسؤولة عن هذا الكلام ممكن هي اللي توجهوا لها السؤال. طب الآن هل هناك يعني خطط من قبلكم أو من قبل الجهات المسؤولة لاستعادة هذه الحدائق من أولئك المستثمرين؟ والله نحن الآن نسعى جاهدين إلى استرداد الحدائق التي لم يزاول المستثمرين فيها نشاطها، يعني نشاطهم فيها احتجزوها ولم يمارسوا فيها النشاط، يعني لا إنه استثمرها ولا إنه استرجعها. طب واللي بنوا فيها واستملكوها؟ والذي بنوا فيها واستملكوها بنى طرح أصول أساسية، يعني يشتري لهم قاضاء ومحاكمة ويا زعيم جري السنبوك. طب هناك أراضي الآن يعني كذلك يتم السطو عليها تبع الحدائق والبناء فيها من قبل حتى المواطنين، مش بالضرورة يعني يكون مستثمر. ما هي الإجراءات التي تتخذونها؟ في كثير من مواقع التشجير في وحدات الجوار مطروحة في التصميم، ووحدات الجوار كحدائق تم الاستيلاء عليها من قبل بعض المتنفذين، من بعض المواطنين حتى. أبسط مثال حديقة الممدارة، حديقة الممدارة كانت هذه على أساس أنه بيتم تسويرها هذا
بين ليلة وضحاها بسطوا عليها بعد الحرب غداء عمارة. في حتى حديقة بالقرب من منزلنا في بولك عشرة كمان برضو بساطين عليها. بولك عشرة في بير فضل. في بير فضل. يعني هي في وحدة يعني الجوار. حتى السور هو سور حديقة أصلاً. هو سور حديقة وصرفت يعني المخططات الحدائق في وحدات الجوار طرحت مع الأسف الشديد من قبل الأراضي للتصرف بها بعد ما تستنفذ الأراضي البيضاء يتصرفوا بالوحدات الجوار للتشجير يعني ويصرفوها للمتنفذين. طيب لو نتذكر الآن حديقة عدن الكبرى هل هناك يعني أي استثمار؟ حديقة عدن الكبرى الآن نزلت مناقصة من شان استثمارها وللتأجير والاستثمار على أساس لأنه توجد لدينا نحن جميع المخططات حق الحديقة. تم تجهيز المخططات البنية التحتية والبنية الفوقية للحديقة والآن أنزل الأخ المحافظ عيدروس الزبيدي أنزل مناقصة استثمار بالنسبة للصحف المحلية والصحف بالدول الخليج. نعم. على أساس من أجل الاستثمار من أجل تحضر المكاتب الاستثمارية والهندسية للاستثمار في هذه الحديقة. حديقة كيمستري تعتبر هي أكبر حدائق ومتنزهات في عدن تقريبا. الآن هي مغلقة. لو نتحدث يعني نتطرق إلى مشكلة هذه الحديقة. لا ما هي حديقة الكيمستري مع مستثمر منذ التسعينات. يعني صرفت له من أيام طه غانم. الأستاذ الأخ المحافظ الله يرحمه طه غانم. وإلى الآن هو يجدد التعاقد. يعني أول صرفت له بعقد 20 سنة بعدين انتهت 20 وجدت التعاقد الآن في إطار الحديقة الكمسري. حديقة الملاهي هي برضه افتتحوا الملاهي وأحضروا ألعاب وأحضروا هذا بس يعني العقد لابد أن يكون فيه بعض البنود التي تنص على أنه لا يحق للمستثمر أن يستثمر في هذا الأمر إلا بكذا وكذا وكذا. لماذا يتصرف المستثمرين مع أراضي الحكومة والدولة حينما يتم التعاقد؟ ضعف الضوابط يعني كأنها ملكهم. ضعف الضوابط المطروحة في الاتفاقيات أتاح للأخوة المستثمرين أنهم يتصرفوا ويبنوا أصول أساسية بيبني لك ساحة بيبني قاعة أفراح داخل الحديقة بيبني يعني يتصرف في الحديقة كأنها ملك له. والصندوق النظافة يعني زي يهمشوا زي التهميش. صندوق النظافة ذلك يعني باب آخر من مشاكل من أبواب الفساد والمشاكل. الحدائق تعاني من إهمال كبير جدا في موضوع النظافة. يعني الحشائش لن نتحدث عن التشجير إنما نتحدث عن موضوع النظافة كذا فهي مهملة الحدائق بشكل كبير وبشكل واضح. يوجد بينكم وبين صندوق النظافة تنسيق في هذا الموضوع؟ نحن نتبع صندوق النظافة إدارة الحدائق والتشجير يعني تتبع صندوق النظافة والتحسين. التحسين إيش هو؟ التشجير والإنارة. بس مع الأسف الشديد أنه في بعض رؤساء الأقسام في المديريات لأنه في كل مديرية رئيس قسم نظافة هو يتحمل المسؤولية الكاملة للحدائق الموجودة في إطار مديريته فعليه أنه يقوم بالنظافة في إطار الحدائق التي تشمل المربعات التي يعمل فيها العمال بس نتيجة للإهمال من قبل رؤساء الأقسام بعضهم وتتراكم القراطيس والقمامة داخل الحدائق والزوار يدخل لك والحديقة وسخة ندعو الأخوة رؤساء أقسام النظافة في المديريات أنهم يبذلوا الجهود لتصفية الحدائق خاصة قبل حلول عيد الفطر المبارك. نعم. القطاع الخاص أم الحكومة هي التي يقع على كاهلها الحدائق وتسيير الحدائق. هل يعني أنتم تسلمون للقطاع الخاص موضوع الحدائق كل الحدائق أم إنه أساساً هي موضوع يعني اختصاص الحكومة أن يكون هي تهتم بالحدائق وبالتشجير بالإنارة مثل ما ذكرتم؟ لا الحكومة ما بتقدرش يعني يقول لك أنا ما بتحملش كل شيء. فلازم يدخل القطاع الخاص من شان يساعد الحكومة في الاستثمار. بس القطاع الخاص إيش يفكر القطاع الخاص؟ إيش الذي بيعمله داخل الحديقة؟ إيش بنود الاتفاقية التي صيغت معه؟ إيش الضوابط التي تلزمه إنه إلى حد معين يوقف ما يقدر يتصرف في شيء إلا بالرجوع إلى الجهات التي صرفت له الأرض من شان التشجير. للأسف الشديد إنه تأخذ كحدائق تشجير مثلاً حديقة القلعة. صرفت للأخ بن عطاف على أساس أنه كتشجير وإقامة حديقة راح قام لك عمارة 6 أدوار 7 أدوار الحديقة ما هليش مش موجود إلى الآن مشاكل بسبب هذه اللي عند المقبرة حق الإنجليز حديقة القلعة هذا
مثال بسيط بس. بعض الحدائق أيضا صرفت في صيرة، بعض الحدائق للمستثمرين حق بن قعيم مدريش، يعني غلقت الآن، مغلقة حاجزين مواقع. طب أستاذ صالح، إلى متى سيظل هذا الفساد يعني؟ يعني الآن إذا إحنا عارفين المشكلة وعارفين المتسببين في المشكلة، ولكن لا يوجد أي إجراءات تجاه هذا الأمر. والله هذه ترجع والله للسلطة المحلية في المحافظة، هي التي تتخذ القرار لإيجاد الحلول الجدية والحلول لقطع أي تلاعب من قبل المستثمرين. لابد من وجود جدية ووجود ضوابط تلزم هؤلاء المستثمرين بالبنود التي أخذوا عليها الحدائق واستثمروها، ومعامل ويعملوا مقارنة. أنت أخذت الحديقة من شان إيش؟ وأعمل مقارنة له إيش الذي نفذت وليش ما نفذت. يعني لازم يكون في ضوابط، في ربط، في حساب. فالسلطة المحلية في المحافظة إن شاء الله يعني تنظر إلى هذه المشكلة وإيجاد الحلول السريعة لها. لو قلت لك مثلا تقدم للمواطنين نصيحة في العيد، إلى أي حديقة يذهبون؟ الحدائق يعني الآن المتوفرة في عدن ممكن للمواطن أن يذهب إليها كمتنفس له ولعائلته. الحدائق اللي متوفرة مثلا في مديرية صيرة معانا حديقة الصهاريج، في مديرية المعلا معانا الأربع حدائق يعني ممكن يرتادوها، البراعم، النغم، وقتبان، والمجمع الاستهلاكي. في مديرية التواهي ممكن برضو يروحوا حديقة فيكتوريا. مديرية الشيخ عثمان معانا حديقة في عمر المختار، والمنصورة معانا بلوك 60 وبلوك 50، بلوك 65 وبلوك 50 وبلوك 45 وبلوك 40. يعني هذه اللي هي نحن نقدر انه نقول للمواطن نتوجه إليها. وبالنسبة للحدائق الخاصة ممكن حديقة الملاهي تفتح بالعيد، ودهم ما يضربوا الضربة حقهم من العيد للعيدهم. نعم، لما نتحدث عن الجولات في الشوارع، هي أيضا الجولات قلت لي والزوايا والمثلثات في الطرق هي أيضا اختصاصكم. حتى الجولات الآن تعاني من سوء يعني في التشجير، هل في الآن خطط؟ في بعض الجولات إلى الآن مش قادرين نسترجع لها المياه حتى، لأن هي مربوطة في الشبكة العامة للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي. الخط الماء الذي تتغدى منه الجولة مش قادرين نسترجعه من شان نستعيد زراعة الأشجار فيها وزراعة المسطحات الخضراء. يعني نعاني من مشاكل كثيرة فيها، خاصة بعد الحرب، بعد ما وجدنا يعني الأماكن التي قدرنا أنه نوفر لها الماء الآن هي يعني لا بأس فيها الجولات. لكن في معنا زي جولة العاقل هذه مش قادرين ندخل الماء فيها نتيجة للكسر الذي حصل والصعوبة من قبل المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي. تجي تقول لهم رجع لي، يقول لك سدد الأبيال. يعني في مديونية على الصندوق تتحملها المديريات، لأن المديريات تحملت على أساس أن تقوم بدفع الفواتير المياه كل في إطار مديريته، فأتخلفوا عن هذا الوعد ورجع التراكم كله على الصندوق بالنسبة لفواتير المياه. فهذه المعضلة الرئيسية، لأنه ما في شجر من غير ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حيا. المهندس صالح علي الرداعي، مدير إدارة الحدائق والتشجير في محافظة عدن، كنت معنا في هذا اللقاء، أشكرك جزيل الشكر. شكرا لكم. الحدائق والمتنفسات هي أماكن نقصدها لكي نريح أنفسنا ولكي نتمتع مع أسرنا، وبدونها فإن المواطن لا يزال يشعر بأننا في دائرة الحرب ولم نخرج منها بعد. الطيب والعطور لطالما اشتهر بها الإنسان العدني منذ قديم الأزل، كذلك هو الأمر مع البخور العدني بروائحه المختلفة وأنواعه الطيبة. إذا ما زرت مدينة عدن ولم تشتم رائحة البخور العدني كأنك لم تزرها، فالبخور ارتبط قديما بأصالة المدينة وتاريخها العريق. على نار هادئة تفوح رائحة زكية من مطابخ البيوت القديمة في عدن، وهناك يكمن سر رائحة البخور العدني. أصل البخور عطور تختلط مع بعضها البعض فتتشكل منها رائحة جميلة،
وفي عدن ربط البخور بين الماضي العريق والحاضر الزاهر وشكل معهما عبق التاريخ والأصالة. صناعة البخور العدني حرفة تشكل جزءا من عادات وتقاليد محافظة عدن، أسهمت على مر التاريخ في شهرتها وشكلت سلعة هامة جلبت للمدينة تطورا حضاريا. وعلى مر السنين تحول البخور في عدن إلى رمز أصيل للضيافة حتى صار لا يكاد يخلو منه بيت عدني. بدأت عملية هون في النار تلص الشولات، بدأت عملية تحوشي بالمعلقة الخشب، تحوشي لما تشوفي السكر داب تمام، حتى ممكن صحو بلسعك شوية، بس انت لازم تحسي انه في حبة او ماش حبة، لانه لو بقت حبوب بعد ما ينشف تشوفي البخور كله سكر يعني. وهي نفس الطبخات نفس كذا، اللهم بس انه اثناء التحران لما تحرك السكر ايوه تعمليها لازم تحاسي، ما تطلعيش مباشره ولا تقولي خلاص كذا، لما تشوفي كذا جامد زي ما الفوفل الملبس. طبعا اول شيء بنعمل الماء الورد، بعدين بنضيف له السكر، بنخليه لما يدوب السكر تمام جاهز، بعدين بنجيب معانا العفص. طبعا هذا العفص ما نزيدش العفص كثير مش حلو، يعني ملعقه لا معلقه واحده كفايه. برضو نفس الحكايه معانا دقه العود، طبعا ما نزيدش دقه العود، برضو نعمل قليل معلقه. معانا برضو العفص، العفص ممكن نعمل معلقتين ثلاث ملاعق ممكن نعمله. العود ممكن نسكب العود جزء منه وجزء بعدين بنعمله فوق البخور وهو جاهز. والعطورات بنسكب على مرحلة مرحلة مرحلة. طبعا الآن بنبدأ بالطريقة من دول المكونات. معانا الماء الورد نسكبيه، أيوة. معانا السكر، طريقة السكر أيوة نسكبيه، أيوة. بدأ يحوش يدوي لما يدوب، أيوة دلادلة، أيوة شوفي عادي تظلي أيوة. بالوقت اللي هي بتظلي ده احنا طبعا بنجهز السحور اللي بنسكب بنسكب فيه البخور، لازم يكون قد جاهزة من شان ما تتعبيش يعني في السفن. لطالما كانت صناعة البخور من أبرز أنشطة المرأة العدنية التي أتاحت لها فرصة تأمين مصدر دخل من بين جدران منزلها في بلد لم يمنح المرأة من حقوقها الاجتماعية إلا القليل. ولعل الجانب الأكثر سحراً في هذا النشاط الاجتماعي النسائي هو السرية في الوصفات المتوارثة من جيل إلى جيل، فالتاريخ الحي لمدينة عدن يعبق بعطر البخور العدني. ما زال استخدام البخور شائعا حتى اليوم في عدن، فهو الحاضر في المنازل وفي المناسبات، وهو متعدد الطبخات والأنواع معتمدا على مكوناته الأساسية أهمها العود والظفر المستخرج من البحر والعفص والمسك والعنبر. وتميز البخور العدني بعطره المحترق فوق جمر المباخر.
في ضفري رقم واحد، في ضفري رقم اثنين، في ضفري ثلاثة، ممكن تعمليه تعيديه، تعمليه الحنة، تخليهم يومين ثلاثة أيام تبليه، ممكن يعني برضو يطلع أحسن يعني. هذه المكونات وهذه العطورات اللي بنسكبها أثناء الطبخ. وفي معك عطر خاص اللي بتسكبيه بالصحن نفسه، وتختاري أحسن العطور اللي معك تسكبيه بالصحن، تحطيه وتكون جاهز أول ما تطبخي. خلصت تحمليهم للدس تسكبيه مباشرة مشان ما يقمتش عليك الدس نفسه، تسكبيه وتخليه الفترة، في بعضه يمكن 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة. لكن أني أنصح من يعني من تجربتي البخور لا يبتاع أو يخرج من صحنه في نفس الوقت، يخلونه 3 أيام 4 أيام يتخمر، ونفس المواد تغطيه وتخليه في مكان ظلمة وتخليه، تيجي تشوفيه أفضل من اللي صلحتيه من نفس اليوم فكيتيه. ممكن يعني إحنا جربنا أكثر من مرة، شفنا إنه يعني لازم إحنا نخبيه ونخليه يرتاح. اشتهرت عدن دون غيرها من المدن اليمنية منذ القدم بتجارة البخور، حيث كانت وفقا للمؤرخين من الطرق الرئيسية الهامة لتجارة البخور. وكانت عدن على مر التاريخ منطقة وصل بين موقعين مهمين هما القرن الأفريقي والهند. مشاهدينا في كل مكان، اليوم معنا الفنانة القديرة أسطورة الفن والغناء العدني الفنانة أمل كعدون. أهلا ومرحبا بك فنانتنا. أهلا بك. بداية نتحدث، نعود إلى الوراء قليلا لنتحدث عن بداياتك مع الفن ومع الغناء. أولا أقول لك أهلا وسهلا وكل عام وأنت بخير إن شاء الله، والأخوان الطيبين في قناة بلقيس الجميلة، وأهلا بكم إلى منزلي المتواضع يعني، وكل عام وأنتم بألف خير. وثانيا نقول لك يعني طبعا هي البدايات هي تكون منذ الصغر، يعني لما يكون مش كل فنان يعني بيطلع يعني فنان، صح؟ لازم تكون هناك موهبة، متى ما وجدت الموهبة يوجد الفن الأصيل يعني. ف أني كنت في صغري يعني دائما ما أردد الأغاني، دائما ما كنت أسمع، لأنه كان أبي من هواة الفنانين برضو للأغاني، وأمي كمان دائما تتواجد في الأعراس مع الجيران هكذا في الحارة، ودائما وأسمع منهم والفنان القدير. يعني ورثت الفن عن الوالد والوالدة. ايوه. ايضا كمان اخي برضو محمد الكبير محمد علي كعدول برضو ايضا كان مونولوجيست، كان ايضا يعني كنت دائما اسمع بين المونولوجيست وبين الاغاني، لانه يعني كان ابي. وجدتي في عائله فنيه يعني ايوه يعني، ما أني صغيرة هم مش إنهم فنية يعني، كان عندهم ميول واهتمامات، ميول تشوهوا يعني هم كذا. نعم. وكان المرحوم الفنان القدير الأستاذ الكبير الفنان محمد مرشد ناقي، كان هو صديق لوالدي، وكان دائما ما يتواجد عندنا في المنزل، وكان أبي يعني من الهواة حق مرشد ناقي، ويحب أغاني، وكنت أنا دائما وأنا صغيرة كنت أتفرج على مرشد ناقي وأسمع وكذا. وكانت البداية انطلاقة يعني في السبعينات كذا وأنا صغيرة، فطلعت شلني كان في واحد بحافتنا يشتغل بالتلفزيون، فقال لي يا بنتي شافني وكذا أغني وقلد أقلد يعني، ما كنت شاف أخي يقلد، قال لي بطلعي ما بالتلفزيون، قلت بطلع عني، رغم انه ابي غني متشدد ما يشينيش اطلع، بس انا قال له هذه طفله خليها تغني. بعد طلعت بالسبعينات كذا، طلعت اغني اقلد صوت المرشدي وهو يغني دار الفلك دار. بدات اقلد اني، ما بداتش اغني على طول، بدات اقلد حتى بالحركات كذا، كنت اقلد المرشدي ما يقول يعني، حتى المرشد ما يزعج يعني انه فنان كبير يقول لك هذه طفله تقلد، بدات اقلد وكذا. بس عندك مقدره على انك تحفظي وكمان ايوه كان الحمد لله، لانه من صغري كان عندي الحفظ هو فطره يعني، ربنا سبحانه وتعالى ما لا، واتقان اللحن يعني هذا شيء أيوة. صعب كثير على كثير. ايوه دار الفلك دار وانا صغيره غنيته، فكان هذه الغنية من حيث اولا من الكلام
الصعب اللي فيها هو اللحن برضه. وبعدين يعني بدأت أقلدها كذا في المدرسة، وإلى أن طلعت إلى المرحلة الثانوية، فرحت في طلعت في برنامج مواهب اللي كان يقدمه أنا ذاك الأستاذ المرحومة الزميل الراحل عبد القادر خضر، فكان يستقطب المواهب من المدارس، فأني كنت من بين هذه المواهب الأولى، هو اللي استقطبني. وكان في برنامج يعني اسمه ركن الهواة، أعتقد أول ركن الهواة هذا كان يقدمه علوي السقاف عفوا لما غنيت حق المرشد. وهذا الأغاني غنيته في السبعينات في الثانوية، ما كنت في المرحلة الثانوية، في برنامج الهواة برضو المواهب، في برنامج كان يقدم على مسابقات أمي طبعا من لحق الجميلة، بعان دائما كانت تغني لحقيه وهي تتمهر تغني لحقيه، وأنا كنت أسمع الفيصل العلوي هو ما كان يغني أيام صغره يغني هذيك أسألك بالحب، كنت أتسمع الأغاني وقدني يعني عادني بعمري كذا 8 سنين 9 سنين. لما طلعت للثانوية حفظتها عجبتني، ما كانش في اغاني الا بدات بالاغاني الصعبه اللي هي جميله جدا يعني التراث اللحقي. تستهويك الاغاني الصعبه؟ أيوة. اللي فيها لحن صعب. أيوة. فيها لانه فيها الحان جميله، وطلعت غنيت لها اول اللحن كان هو سالك بالحب يا فاتن جميل فيصل علوي، وهو يغنيه وهو صغير. الوسط اللي انت كنتي عايشه فيه كيف كان يعني يقابلوا امل كعدل وموهبه امل كعدل؟ هل كان لقيتي من يشجعك ومن ياخذ بيدك؟ هو في البداية بصراحة أنا لقيت صعوبات بصراحة، كان الوالد الله يرحمه متشدد، لأنه هو ما كانش يعني إذا كان مصاب بمرض الشلل، بعدين كان يخاف علي إني أخرج أو أروح مكان أو أغني في حفلات أو هذا، يعني يخاف لأني أنا من بعد إخواني اثنين أنا بعدهم البنت، بعدين كان يخاف عليه يقول له عادي شلوا بنتي، تعرفي لك ابو عن كان ذيك الايام. ايوه مجتمع يعني ما بيستمع يعني في امراه تغني او هكذا، وانا كنت صغيره وكان يخاف عليها، كان متشدد ما يخليني اخرج اغني، فكانت يعني سرقات لو اخرج اغني كذا يقولي في الاتحاد الوطني للشباب. يعني كان يعني حبك للغناء هو اللي ايوه يعني سرقات يسرقوني من ابي واخرج اغني ورجع، واحيانا بعلمه يطرح له ضمانات ويقول له من نص ساعه يعني زي الفيلم، نص ساعه رايح نص ساعه واجي وساعه الغناء بس تكون عندي خلاص. انما يعني بدا يعني انتبهت للفن بعد ما توفى والدي يعني انتهى الفن مهنه. ايوه وابتديت وساعدني برضو اخي هذا المال القسط وقف معي والتحقت بمعهد الفنون الجميلة أنا ذاك مع الأستاذ أحمد بن غودل، والتحقت بفرقة الإنشاد أولا يعني بدأت أنا مع الجماعة في فرقة الإنشاد، ومنها يعني تطورنا إلى فردي ولا أغاني ولك العديد الآن وكان أول أغاني تقليد بدأ، بعدين استقلت بنفسي وغنيت أغاني خاصة لي يعني من خلال بن غودل برضو والقرشي عبد الرحيم سلام. هل كنت يعني لك بصمة في اختيار نوعية الألحان اللي بتغنيها الكلمات، ولا هل اضطررتي مثلا أحيانا أنك تغني بعض الأغاني مجاملة؟ لا شوفي زي ما الفن هو موهبة برضو الفن هو إحساس. أنا في شوفي غنية ما تعجبنيش ما بحفظ ايش لو ايش ملي لو يضربوني لو يدخلوا منا بالغصب لا ما فيش حاجه ما دخلت يعني احساسي وقلبي اغنيه ما احفظ ايش طال الزمن ولا قصر حاجه، حتى لو هي حق ناس ثانيين فنانين ولا ده تعجبني على طول احفظها وهو يغني هذيك الساعه احفظها لان دخلت قلبي واحساسي. طيب غنينا في بعض اغاني يعطوني اياها ما تعجبنيش، فاني احيانا اضطر اجامل لاني في بدايه عمري ما اقول لهش يعني
هدف البداية. ما عجبتنيش هدف البداية لكن هذا ينعكس عليا لأني ما حفظش ينعكس عليا في الأداء. شفتي كيف؟ نعم هدف ينعكس البداية في الأداء لأني مش حافظ عليه، لكن لو يكون حاجة حافظ عليه يعني مثلا دي المرايا الشوق شفي، لأني هذه الانطلاقة بقول لك هي كانت مش غنيتي. هي كنا في رحلة إلى الجمارية العربية الليبية، كنا في ليبيا في ثورة الفاتح من سبتمبر. بعدين كنا في أنذاك في الاستراحة في الصالات يعني في وكانت تقرا بروفات لهذه الأغنية من غودة اللي يعملها وأنا مش عارفة لمن. ها بس أنا كنت أسمع اللحن والموسيقى بام 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 خلاص أنا دخلت قلبي عادي، بس البداية الموسيقى ما سمعتش عني الاغنيه بس الموسيقى. شوفي كيف يمكن من الصبا او من كذا، انا ما اعرفش الا من قامت الكثير الموسيقيه، بس اللحمه هذا يعني دخل الى قلبي سريع. قلت الله ان شاء الله يعني بغني. اسمعي اللحن باحساسك. ايوه سمعت اللحن خليته بام 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 بام، خليت الموسيقى تعزف وانا سمع خليته. ما خلصوا قلت له استاذ احمد لو سمحت ايش تتكلم معك؟ قال لي ايش في يا بنت ومن حقه؟ قلت له الغنيه هذه اني اشتيها. قلت له ايش حق من ولا لمن؟ ها تعالي امر عسكري وغنيتيها. قلت له دي الغنيه دخلت قلبي يا استاذ احمد اني اشتيها. هو انا ذاك اعتقد كان اعتقد انه كان لحنها لزميلتي الفنانه ماجده نبي. يعني اعتقد هكذا. ولكن غنتها امل كعدل. وانما راحت لامل كعدل. قلت له ايش اللحن هذا يا استاذ احمد؟ طيب في الآن ممكن تغني لنا الآن أي وروحت يعني وغنيت الآن أي غنية تستحضريها زي إيش يعني شيء غنية عاطفية أو أي غنية تفضل يعني الغنية الآن اللي تخطر على بالك تخطر على بال أمل كعدل؟ بغني إيش يا ربي يعني بسم الله الرحمن الرحيم بغني لك برضو أغنية النسيم المسافرة دي كمان جميلة برضو أقول لك على ما تدخل إلى القلب. هذه الغنية كانت أني في الغربة عن أهلي كانت يعني يعني هذه أيام ما كانت برضو في أحداث زي الأحداث هذه ولذا كانت في أحداث واضطرينا نغادر إلى شمال الوطن إلى صنعاء. أنا ذاك أيام عادوا ما فيش وحدة ولا بعدنا كنت أني يعني بعيدة عن أهلي وبتأزمة. بعدين شفت الفنان القدير حسين فقيه والبقيري أستاذ حسين علي حسين البقيري بيعملوا أغنية النسيم المسافر نفس اللي اشتيه أني على اللي اشتيه أني وأعاني نفس إحساسك والحالة اللي وأعاني أني في الغربة. هم كان أعتقد حسين فقيه الفنان تعرفيه أخو الفنانة فتحية الصغيرة أخوه، وأعتقد هو كان اشتي اللحن اللي فتحيه الصغيرة. شو أنا أجي أشل حق الناس بس أي حاجة تعجبني أجي أشلها. هذه حدود ما تقدر تكلم فيها. لا بس أقول لك هذا نصيب مقدر نصيب. يعني ما حدش يشل أكتب من اللي مكتب له. بعدنا قلت للأستاذ حسين فقيه أو حلوة هذه الأغنية المقدمة، هذه المقدمات هي اللي تصنع الأغنية حلوة هذه. لفت علي كذا حسين أستاذ حسين فقيه المرحوم الله يرحمه كان طيب جدا اشعل فنان. بعدين قال لي شيطانه انت شيطانه. قلت له ليش؟ قال تجي في الاماكن الصعبه هذه انا ما بجيب لاختي دحين شيت صايحنا. قلت له والله ما فيش مانع. قال لكن انا اعتقد انه اختي وهي تحبك كثير اعتقد انها ما بتجيبها هاش زي ما بتجيبيها انت. ونبدا بروبات. قلت له نبدا بروبات يلا بسم الله. بدانا وقلت هي تبدأ تقول هات لي أخبار النسيم المسافر هات لي أخبار من خيتي طيب شقوني كيف حالي الأقارب والمحب الكل لي ما راسلوني قل يا
بس كفاية. لما سمعت عرفت الأحاسيس اللي كنت تعيشيها ذاك الوقت. في فترة من فترات حياتك تربعتي على عرش الأغنية الوطنية في عدن وفي اليمن، خاصة عندما غنيتي بلادي أحييكي فلتسلمي. الآن ما رأيك أمل كعدول بحال الأغنية الوطنية في عدن وفي اليمن بشكل عام، خاصة في الظروف التي نحن نعيشها هذه الأيام؟ يعني هل الأغنية الوطنية تلقى حقها من قبل المهتمين المفترض بالفن والغناء في اليمن؟ الأغنية الوطنية هي الأغنية الحساسة في المجال الفني كله، يعني طبعا الأغنية الوطنية هي تصنع الفنان برضو لوحده، يعني تصنع الفنان لوحده لأن متواجدة في كل مكان وفي كل زمان، يعني سواء في السلم سواء في الحرب هي متواجدة برضو. الأغنية الوطنية في أغاني وطنية حماسية وفي منها أغاني وطنية رومانسية سياسية اسمه سلسة، يعني في من يعتمد على الإيقاع، في إيقاع يكون حماسي درامز وفي إيقاع يكون كلاسيكي، هذه برضو أغنية وطنية هي موجودة في كل الأزمان يعني، وهي مش ضروري تكون الآن. هل في أغاني وطنية في الساحة تخدم القضايا الوطنية؟ والله في ناس غنوا أغاني بعد والله مش عارفة، هذا راجع لهم، إنما أنا بالنسبة لي أنا إحساسي أنه الآن في الظروف الحالية هذه أول ما حد منتبه لا 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 للفن أو الفنانين أو أي حد، يعني ما حدش منتبه. إحنا في الظروف دي يلا انتبهوا لسياستهم للأمن والأمان، الأمن والأمان، يعني ما حد منتبه للفن والفنان. إنما إن شاء الله إذا تحسنت الظروف واستتب الأمن وأصلحت أمور البلاد وهذا، إن شاء الله يعني بيكون هناك فن أصيل. ونتمنى نحن كمان يعني من خلال قناتكم هذه الجميلة اللي أتاحت لنا الفرصة اليوم نحن نطلع ونتكلم ونقول إيش في قلوبنا، إنه نتمنى منا مسؤولينا وقيادتنا وحبايبنا ونقول لهم كل عام وهم بخير وينتبهوا لنا، يعني خلاص إذا أصلحت البلاد وأصلحت الأمور نحن الفنانين نحن أفنينا أعمارنا وحياتنا يعني للوطن هذا، يعني نحن في نص الفنانين يعني إنهم من مرض وما حدش يعني أهتم به وغادر الدنيا ورحل، ما وفي منهم يعني منهم عايشين وأمراض ويعانوا الأمرين ما يحصلوش يعني العناية الصحية ولا الرعاية الكاملة. كيف انت تشي فنان يغني وهو معوق يعني تعبان حالته المادية ومريض ما حد داربه انه عايش انه مش عايش؟ لازم يكون فيه اهتمام للفنان يعني، صحيح يعني انه يعطي هو رسالته يعني انه يعطي كل ما يتيح له ضميره ومن حبه لوطنه وجمهوره هو يبذل ما في قلبه، يعني هو يعمل ما استطاع، لكن لازم يكون هناك في حافز للفنان حتى يستمر ويبذل ويعطي، لازم يشعر انه اللي قدمه في سنينه اللي مضت وهذا يعني يلاقي تقدير مقابل اللي قدمه، هو يشعر يعني بارتياح ويشعر يعني يتغلب على السحاب. طبعا هذا اللي نشيه نحن، يلتفتوا يعني لفتة كريمة كذا من القيادات من المسؤولين من المسؤولين عنا. نحن الحمد لله نحن غنيين وكريمين بحب الجماهير وحب الشعب لنا، لكن نحن أيضا نشتي لفتة كريمة، نشتي رعاية، مش ننهض وننهض باليمن وننهض بالوطن نغني يعني نتغلب على صعابنا، بس نحن نشيل لفتة كريمة برضو نحن نأدي رسالة زي ما هم يأدي رسالتهم نحن هذا المطن، نحن نأدي رسالة كمان ونشتي الدعم والرعاية والاهتمام وخلاص، وبنكون فنانين حبوبين طيبين إن شاء الله. هل هناك ما تندم عليه أمل كعدول اليوم؟ يعني هل هناك شيء خطوة كنت تستخطينها ولم تفعليها أو أغنية كنت تغنيها ولم تغنيها؟
لا انت جبتي يعني في المرمى الكره، ها ما شاء الله عليك. هو اني ما لو كنت ندمت يعني كنت بندم لاني ما غنيتش، كنت بندم لاني ما غنيتش، لاني لما غنيت شفت حب الناس لي، حب الجمهور، يعني وعرفت الحياة وعرفت الحب، عرفت الصداقة، عرفت الناس الطيبة والأخلاق، الناس والتعامل مع الناس، وعرفت الفنان يعني كيف لازم يحترم فنه ويؤدي عمله بطيبة وإخلاص تجاه وطنه وتجاه جمهوره. والندم عمري ما ندمت، الحمد لله لأني غنيت، والحمد لله أني بقول أني وصلت بحب جمهوري يعني الحمد لله. إنما أني أشوف نفسي أنني عني لسه ما وصلت يعني للي أني أشتيه. وللندم في أغنية أنا ندمان لحد الآن لأني ما غنيتش، وهي تقول لا يا ندم، هو اسمها لا يا ندم. حافظة شيء مني؟ هي حقا من كلمات وألحان الأستاذ القدير اللي ربنا يعطيه له طول العمر والصحة والعافية، الأستاذ محمد محسن عطروش اللي هو الآن كان يعاني من وعكة صحية، ربنا يعطيه له طول العمر والعافية والصحة، ويقول له كل عام هو بخير وهو بخير إن شاء الله، وربنا يطول لنا في عمره. وهي تقول بسم الله، وهذه برضو رسالة مني له، نقول له يا أستاذ محمد لا يا ندم منتظراك حتى تخرجها إلى النور، يعني منتظرة أنه يخرجها إلى النور، بس نحن يمكن للظروف هذه يعني ما خرجناش، إن شاء الله تحسن الأوضاع بنخرجها. يعني هي تقول لا يا ندم أندم لي على اللي فات 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 من عمري، لا ندم أندم لي ودمعي سال سال سال، وكان يجري سنة سنتين، يا ريت يا ريت يا ريت والله كنت ببكي ولا بسأل، وبين اتنين شهيد 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 الله، ولو بشكي بالصبر أطول، لا ندم لا ندم أندم على ذكرات، لا لا أنا غالي والغالي لو يبلى يغلى، لا 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 ندى. الله الله، انا عاد مش كثير بحصه مقطعين منك كذا. الان هل في هناك نشاطات تقومين بها، يعني اغاني في اماكن كذا، اعراس او اي، ولا املك عدو الموقف النشاط تماما؟ والله يا حبيبتي جيتي على الوقع، خصوصا بعد الحرب هذه المؤثره علينا جدا. يا ريت ما جت، يا ريت ما اصطلحت، عسى بس ربنا تنتهي على خير. انا جابت لنا يعني دعايات، انا صح انه شويه تعبت، يعني الانسان يتعب ويمرض وذا، بس انما الحمد لله يتعالج وذا، بس في بعض ناس وبعض هذا يعملوا من الحبة قبة، بعض الناس اللي هم فاضيين ما عندهمش اشغال او حاجه يعملوها خيره، يجيبوا دعايات على الناس. امل كعدل ماتت، امل كعدل توفت، امل كعدل قصفها الطيران وهي متوجهه الى عمان هاربه. استغلوا اسمك الكبير بالفرقة العالمية، قصفني الطيران، لا انا حنقاني فوق، صوروني اني هاربه لعمان، قصف الطيران
واللي يحرف أملك عدول كانت مريضة فيها سرطان وفيها مدري إيش وهي توفت وهي ماتت. كنت أنا أمارس حريتي في غناء في الأعراس أقابل جمهوري وحبايبي المجتمع الجنس اللطيف الحلو البنات العرايس. الآن ملتقي بهم يعني ما عاد يقوليش للأعراس ليش؟ لأن أملك عدول توفت ماتت. فين توفت ماتت؟ أملك عدول حية ترزق، هي ترزق. ما ليش ما فيش اتصال تليفوني زي ما كان اول بالاطمئنان عن صحتي؟ ليش ما فيش يعني بس خلاص ماتت يعني ماتت مع السلامه. مش ما هذا لا يمكن يعني انه خلاص يعني أملك عدول ماتت يعني ماتت ما نسالش عليها. فانا الان موجوده اقول لهم اني موجوده وما نشيش انا ان شاء الله دائما موجوده كدابة. اقول لهم هذه دعاياتي كذابه. نختتم اللقاء بأغنية جميلة من أغانيك، أي أغنية تختارين؟ أقول لهم كيفكم يا حبايب يا حبايب طمنونا عن الحال عن الحال رحت والعالم الله بعدكم كيف الأحوال الليالي الطويلة على المفارق ثقيلة سهر الليل عيني عيني ما توطت لهسبال طمنونا عن الحال. أشكرك جزيل الشكر فنانتنا القديرة كنتي معي في هذا اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم جميعا. مشاهدينا هكذا ينتهي لقاءنا مع الفنانة التاريخ والفنانة القديرة الفنانة الأسطورة أسطورة الفن العدني الفنانة أمل كعدن. تدق أجراس العيد معلنة عن فرحة العيد، وبفرحة العيد أودعكم على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.